السلام عليكم. الله يسعد مساكم يا شباب. طبعا اليوم نورجيكم كيف نستخدم مية اللبن كبديل للخميرة النافعة أو عامل مساعد مثل الخميرة النافعة. طبعا مية اللبن شو مكوناتها؟ اللي هي أغلب المكونات اللي هي الماء وحامض، وفي نفس الوقت كمية البكتيريا النافعة فيها ممتازة. يعني هاي عندنا هون هاي مية اللبن اللي هي الميص، المياه اللي بتتصفى من عملية اللي هي تخمير الحليب، اللي هاي مية اللبن. كيف بنقدمها للطير؟ يعني هاي مية اللبن تعتبر زي منشط هضم، وتعتبر فيها نسبة الحامض عالية، يعني ممكن نستخدمها شبيهة للخل، بتفيد الطير، بتنشط عنده الهضم، وفيها كالسيوم، وفيها بعض الفيتامينات، وفيها منشط هضم قوي، فيها بكتيريا نافعة بشكل ممتاز. كيف بنقدمها للطير؟ هاي يفضل تقديمها بعد العلاج، وممكن تعطيها لطيورك في السلاكة لو ما عندك أمراض. هاي عادي ممكن تقدمها كل أسبوعين مرة، كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، هاي ما بتضر. يعني بنقدمها يوم واحد، يعني بنقدمها الصبح للمساء. كيف بنكسرها؟ كيف بنتعامل معها؟ عندنا هاي كاسة الشاي زي ما احنا شايفين، عندنا كاسة الشاي، هاي كاسة الشاي اللي هي الميص أو مية اللبن، هاي بنضيفها على 1 لتر، بنضيفها على 1 لتر مي زي ما احنا عاملين هون. هاي مية اللبن بنضيفها على 1 لتر مي، بصير عندنا المي باللون بالشكل هذا، وبنقدمها للطير يوم كامل. طبعا نقدمها من الصبح لبعد العصر، وبعد العصر بنغسل المشارب ونحط مي نظيفة. هاي اللي هي مية اللبن. طبعا هاي ممتازة للطيور اللي المريضة مثلا اللي عنده كبد أو التهابات، وممتازة تعطيها للطير بعد العلاج. وإذا الطير بدك تعطيه خل ممكن تعطيه مية اللبن بالإضافة لقطرات من الخل، برضو ممتازة، منشط هضم ورافع حموضة. هاي مية اللبن يا أخوان. طبعا من وين بنجيبها؟ مصانع الألبان، يعني إذا بتعرف حدا بيشتغل مصانع الألبان ممكن بسهولة يجيب لك إياها، لأنه هاي بكبوها، يعني بس يجي يحول اللبن إلى لبنة عن طريق جهاز المجنس، بيقيموا كمية كبيرة من المي تبعتها، من مية اللبن، فعساس يجمد اللبن بنقصه من المي تبعته. وهاي هي المي اللي تحتوي على البكتيريا والخمائر الممتازة. الله يسعد مساكم ويجزيكم الخير، وشكرا لكم. السلام عليكم.